اليوم راح اعرض لكم فيديو عن الدوزان الغربي والدوزان العربي. اول كمنجة انا ضابط على الدوزان العربي. طبعا سور ري، كمان سور ري. هلا الكمنجة الثانية سوري لامي. طيب كتير حلو، ما بيفرق الفرق بين الدوزانين غير وضع الأصابع شو بدنا نعمل. فإذا جينا هلأ بدنا نعمل مثلا سول ميجر، يعني عجم السول على الكمانجي العربي، نعمل الإصبع الأول والثاني بعاد عن بعضهم، الإصبع الثالث قريب من الإصبع الثاني، الإصبع الرابع بعيد، على الأربع أوتار. هلا على الدوزان الغربي لا، بده يختلفوا الأصابع، أول وترين الصول والري مثل العربي. هلا من هون اختلف الموضوع معنا، عرفتوا كيف؟ بعد ما كان عندي الاصبع الاول والثاني بعاد والثالث قريب، لما طلعنا على وتر اللا صار عندنا الاصبع الاول، الاصبع الثاني لازق بالاصبع الاول على الوترين، على وتر اللا وعلى وتر المي. اذا صارت المساله بدها انتباه اكثر. شو الفرق؟ طيب الفرق بس ان الكمانجات اللي متعود طول عمره يعزف على دوزان مع، لما بيمسك وبكون في وتر مختلف ما بيقدر اذا هو عم يعزف بسرعه انه يتاكد او ما ينسى انه هذا الوتر ما انه مثل ما هو متعود. فالشغله بدها تعويد وبدها تمرين كتير، بدها ممارسه. فحتى ما نقول انه في صعوبه، يعني هل بيقدر الواحد يطبق هاي الممارسه؟ ايه بيقدر يطبقها، من خلال انه يبتدي يقبل انه هو يغير دوزانه، سواء كان عم بيزبط غربي يزبط عربي، او سواء كان عم بيزبط عربي يزبط غربي، ويقبل يشتغل مع زملائه بهالطريقه. يعني ما بيفوت شهرين ثلاثه خمس ست اشهر الا يكون تعود على الموضوع، بس بالبدايه بيلاقي صعوبات، بيلاقي حاله ضعيف، بيلاقي حاله عم بيخبط بالحيط وعم بيخطئ وعم يغلط اجباري. فهي مساله الدوزان الغربي والشرقي، وما في اكثر من هيك. لكن طيب وين ميزة الدوزان العربي؟ وين ميزة الدوزان الغربي؟ ميزة الدوزان الغربي لما بتعمل أربيج أو سلم أو الشيء اللي هو يستخدم في الموسيقى الكلاسيكية بطريقة يعني مرعبة جميلة، صعب كتير، نحن ما بنحتاج كل هالصعوبة هاي. فنحن بنحتاج شيء تاني، نحن بنحتاج دقة التيونينج، دقة النغمات. فلما بكون أنا دائما عندي في الجواب والقرار نفس الأصابع ونفس الوضعية، بهالطريقة بقدر أنا دايما أخلي أصابعي أكثر نظافة من حيث التيونينج، من حيث النغمات. يعني لما ببقى بعزف هون يعني شوف قرار وجواب نفس الأصابع نفس الأوضاع، بينما على الغربي لا بيختلف الوضع. على الغربي بدنا نعمل انا بالنسبه لي متعود، لكن اي واحد بيتلخبط، وبيتلخبط لما اكون عم يشتغل لايف او في الاستوديو مع زملائه، ونحن ما بنعمل بروفات كتير في الاستوديو، فبيضطر هو بيلطش، يعني بصير بيوقع، بصير بينسى، بصير بتفوتوا الدوسة، بصير. فهذا الشيء لازم، أنا برأيي لازم أنه العازف يتقبله ويعمله ويغير طريقته في العزف
بحيث انه بيقدر يعزف على الدوزان الغربي بيقدر يعزف على الدوزان الشرقي بقدر الامكان يكون عنده قوه على هي وهي. مثل مساله الترانسبوز انه نحن نعمل مثلا اغنيه ما من مقام معين وبعدين نصورها على درجه ثانيه. يعني لما انا عملت مثلا سالوني الناس وبعدين عملتها من على الدو، هلا هون عم بعمل عبايات الري. لما عملتها قدرت انا اصور انه بين الدو والري. نفس الشيء هلا بترجع تجي هون تحت عنا نفس الموضوع. بس بالدوزان الغربي لا، تبقى الامور شوي فيها لخبطه اكثر. لما بيجي بقول مثلا لما بقول هلا شوف هون جدا صار الموضوع حرج اكثر. فلذلك انا بنصح اي حدا ما يدقق دوزان غربي دوزان عربي، اتعلم. تعليمك كاملا بيقويك في جهه معينه. فاذا انت بدك بتحب العربي فقط، اوكي اضبط عربي وتعلم عربي وكمل عربي اذا لقيت منهج عربي. يعني هلا انا عم بالف المنهج العربي بس لحتى يكون في منهج عربي لاي طالب بده يدرس من اساسه لراسه، يعني بالعربي وبالتكنيك العربي واكاديميا بشكل عربي. فهلا الخيار برجع لكم انه انتم شو بتفضلوا تعملوا هيك او هيك. شكرا لكم.